ورجعنا لكم تاني. وفي كده الفترة اللي فاتت طلعت صور لنجمات وكل البنات بقت نفسها تبقى شبه ياسمين صبري مثلا، وكل البنات عايزة تصحى من النوم وشها فيه ميك اب ثابت وحاجات كتير قوي قوي كده احنا مش عارفين هي صح ولا غلط. طلع الناس قال تمام وحلوة وجميلة، وناس قالت لا دي غلط. احنا بقى النهاردة جبنا لكم دكتورة عشان تقول لنا الحاجات دي حلوه ولا مش حلوه، وتقول لنا ببساطه خالص من غير فلوس كتير ازاي ابقى ياسمين صبري بس يعني على قدنا شويه. معانا النهارده دكتور منى نعيم عبد النور. عامله ايه يا دكتور؟ اهلا بيكي. ازيك؟ انت اخصائيه علاجيه للبشره والشعر. تمام تمام. وصيدلانيه. تمام. وما سبتيش الصيدله برضو. لا لا لا، متمسكه بيها. طب حلو جدا. انت لسه لحد دلوقتي بتشتغلي كصيدلانيه لكن في نفس الوقت عندك المركز بتاعك المتخصص في علاجات البشره. اه، عندي مركز اسمه برايد الهاب. تمام. ايه، وبشتغل فيه تجميل. حلو قوي. كعلاج بقى للبشره وللشعر، وبحاول امشي في الموضوع علاجي اكتر ما هو كوزماتكس تجميلي. يعني حتى لو حد جاي لي بمشكله بحب اعمل له ريفير الاول، انه يروح معمل يعمل تحاليل ويرجع لي بالتحاليل ونبتدي نعالج بقى صح الاول. لان انا حتى لو عالجت من السطح بره كده وهو ما عالجش السبب الرئيسي اللي عنده، هترجع لي تاني بنفس المشكله وهيبقى حرام. يعني انا استنزفتها فلوس وخلاص. لازم نعالج السبب الرئيسي الاول ونساعد بالجلسات اللي احنا بنعملها. تمام. اكبر مشكله دلوقتي كل البنات بتتكلم فيها حب الشباب او الحبوب عموما اللي طلع ليها حاجات كتير، يعني طلع اشكال كتير وانواع كتير. ايه الجلسات او ايه الحاجات المناسبه لحب الشباب او الحبوب؟ اي بصي، هو الحب الشباب والحبوب اصلا بتختلف بقى من بشره للتانيه ومن جسم للتاني. بيبقى اساسا موضوع مرضي. يعني الفكره ان انت لازم الاول لما بيجي لي حد بنوت عندها حب شباب بتيجي تعمل جلسات النطوياج اللي هي العاديه خالص. تمام. بعمل لها الجلسه وبنضف الحبوب وبنشيل الباص اللي فيها وكده. بعد كده يعني بطلب منها بقى التحاليل اللي تعملها عشان اعرف ايه سبب ان الحبوب دي عندها بتطلع. اولا ممكن يكون اصلا الروتين بتاعها في الحياه يعني غلط خالص، كل حاجه فاست فود. ما فيش روتين. لا ما فيش روتين اصلا. فاست فود، الشوكليتس، بيبسي، طبعا اللب، الحاجات دي كل ده كل الحاجات دي غلط جدا. طبعا ممكن تكون تستخدم اصلا حاجات مش ماشيه مع بشرتها، لا في ميك اب ولا في روتين ان هي اصلا تغسل وشها بايه الصبح. هل بتستخدم تونر ولا لا؟ بتستخدم مرطب؟ اصلا معظم الناس بتوع البشره الدهنيه فاكرين تجي لي مثلا وشها يعني دهني وفي نفس الوقت مش متشبع وما فيش ميه فيه ولا رطوبه ولا اي حاجه. بسبب ان هي فاكره انه عشان هي دهنيه ما تستخدمش كريم مرطب. فطبعا في مفاهيم كتير غلط جدا انا بحاول بقى اصلحها لها وبفهمها الروتين وبكتب لها الحاجات اللي تقدر تجيبها من الصيدليه اقتصاديا، او لو حابه اجيب حاجه اعلى شويه. تمام. يعني بشوف ايه الباكج بتاعتها كده. بقول لها تحبي تبقي يعني في ظروفك في قد ايه يعني، وانا ارتب لها الدنيا من تقدر تجيبها من الصيدليه ازاي. وبعدين بطلب منها التحاليل واعرف ايه الاسباب. ومنهم كتير هم يعني اكيد عارفين بيكتشفوا طبعا في تكيسات على الموبايل بعد ما بعمل لهم روتين. تكيسات على المبايض عندهم بتبقى حاجه كبيره، الموضوع بيبقى كبير وبنانيت بقى لسه خلاص يعني مش مكتشفه ان هي عندها عشان هي لسه مش مركزه مش مدركه اصلا. بتبقى فاكره الموضوع عادي شويه حبوب بقى وكده. يعني بيطلع تكيسات على المبايض، ممكن التستوستيرون عندها يبقى عالي، البرولاكتين، بنشوف طبعا تي اس اتش والاف اس اتش، كل الكلام ده. الغده بقى. لازم اعرف ايه السبب اللي عندها، لان انا هعالجك دلوقتي كمان اسبوع لو الدنيا راقت معاكي شويه ترجعي لي تاني تقولي انا ما خفتش ما فيش حاجه، او ترجع اسوأ من الاول. فكده يبقى الدنيا. علاجين، علاج طبي وعلاج عندك انت في العياده كحاجه خارجيه. طبعا. تمام. طيب في وقت قد ايه بلاقي افكت بقى للحبوب دي؟ يعني انا جايه لك وشي متبهدل، بعد كام جلسه اطلع وشي حلو شبهك كده؟ ايوه ربنا يخليكي، انت عينيكي حلوه. بس يا جماعه انتوا مش شايفين، هي وشها نقي جدا وما فيش اي تجاعيد. انا عندي تجاعيد على فكره، فالحكايه دي مزعلاني، فوشها نقي جدا يعني مش بحس طبعا. لا لا طبعا ما فيش الكلام ده. بصي، هو انا عندي بتيجي الاول الجلسه بحب انضف البشره الاول من الدهون اللي عندها زياده. اولا الدهون تبقى الاول في شكل رؤوس بيضاء، لما بتتعرض للاكسجين والجو بره بتتحول لرؤوس سوداء، بتتاكسد اللي هي بالبلدي البذور السوداء بتاعتنا، الكسور السوداء. ايوه بالظبط. ايوه بتبقى في المناخير، في الجبهه، في الدقن. ده في ناس منتشره. طبعا طبعا، يعني مختلطه تي زون بتاعهم اللي هو القوره والمناخير والدقن، ده بيبقى تي زون ده مليان بثور سوداء لانها كانت في الاول بيضه وتحولت لسوداء. وطبعا هم ما بيهتموش انه يعملوا سكرابينج، يعملوا روتين يومي، ما فيش الكلام ده خالص. حتى لو هي مش شايفاهم قوي بس هي موجودين، هتحس بالفرق موجودين لما تشيلهم. وبيكتروا وبيكبروا ويتحولوا بقى لحبوب، يعني بتتكون الحبوب. هي مراحل كده، من وايت هيد، بلاك هيد،
بعد كده باستيول كده. فالحبوب بقى الموضوع بيكبر لحد ما بتتكون مجموعه حبوب جنب بعض. فطبعا انا بحب انظف بقى الاول المشكله الاساسيه اللي عندها ونشوف بقى البشره فيها ايه. نروح نعمل التحاليل، نظبط التحاليل بتاعتنا، نظبط لو في هرمونات متلخبطه بنحاول بقى نظبط الليفلز بتاعتها نرجعها للطبيعي. وبنتابع، بعمل ريفيل دكتور نسا، ريفيل دكتور بقى غدد، بنشوف ايه المشكله. بس انت بتريحيني، انت بتقولي لي كل التحاليل بدل ما انا اقعد اروح لكل دكتور لوحدي. لا لا لا، بخلي التحاليل تطلع الاول وتبعتها لي بعد كده توجهيني. وبعدين اقول لها مثلا انت لا عندك مشكله هنا، معلش تروحي مثلا دكتور نسا والتوليد يشوف ايه المشكله فين بالظبط. لو كده مشكله غده بقول لها روحي لدكتور غده. طبعا كل حد متخصص في المجال بتاعه وبنعالجها. بتبتدي تاخد بقى الحبوب بتاعتها، التابلتس، الروتين العلاجي بتاعها. طبعا بتحط حاجات بقى توبيكال على بشرتها، بنمشي على روتين اكل صحي، الروتين بتاع البشر، الغسول بتاعها، التونر اللي هو طبعا بيمتص الزيوت الزياده، الزيوت الزياده في بشرتها، المرطب، كل الكلام ده. بتبتدي بعد مثلا اسبوعين كده تقولي لا يا دكتور الحبوب ابتدت تنشف، الحبوب قربت خلاص تروح مني، انا عايزه اجي بقى اعمل جلسه عشان اعالج اثار الحبوب. ان هي طبعا في ناس بتاثر بتسيب لهم ندبات اي مثلا واسعه، فانا ببتدي اعالج لها الموضوع ده. مثلا ديرما بان ميزوثيرابي، بنبتدي بقى نعالج الاماكن اللي هي فاضيه عندها دي، السكارز زي ما بيقولوا او الندبات، علشان نرجع بشرتها البيبي فيس. برضو بعد الجلسه بكام ممكن البذور السوداء؟ البذور السوداء تقريبا لا لا لا، البذور السوداء دي البلاك هيدز دي بطلعها في نفس الجلسه في ساعتها، مفيش مشكله فيها. وحتى الحبوب اللي فيها مشاكل باص او كده بفضيها في نفس الجلسه، لان انا لازم اطلعها نظيفه يعني. حتى الحبوب اللي فيها حاجه بطلعها نظيفه حتى عشان نفسيتها تحس. يعني احنا بصي احنا بنروح اي مكان عايزين نطلع نحس ان احنا في اي حاجه جديده حصلت عشان ناخد طاقه ايجابيه يعني. لا هو كمان جلسه النتوعيج اللي هي التنظيف العميق للبشره دي مع بعض الناس، بصي بتطلعي اصلا مبسوطه وراضيه ووشك نظيف وكل حاجه. بس بفهمها انت ممكن النهارده تكوني وشك ملتهب شويه محمر سنه، على الصبح هتلاقي الدنيا تمام معاكي. مش بعد اسبوع يعني. لا لا لا، هو في نفس يعني مجرد ما بتروح اسامه تقولي يا دكتور وشي هدي ابتدي اعمل ايه، واوريدي هم بقوا صحاب يعني. بتابعهم انت عملتي ايه، غسلتي وشك بايه يا حبيبتي، جبتي الحاجات ولا لا، وهتقولي لي دلوقتي اعمل ايه الروتين لبشرتي. كانت عماله تقولي انت وشك بايظ واكيد محتاج تنظيف بشره، وقلت لها محدش يلمس وشي ابدا. بس تيجي تحت ايدي ما تقلقيش. ربنا يستر. طيب المسام الواسعه برضو دي بيبقى في نفس اليوم انت بتقدري تتعاملي معاها؟ بصي المسام الواسعه دي بس عشان في حاجات كده بتتقال غريبه قوي بتخض منها، المسام الواسعه دي مش بتضيق او ان احنا بنقفلها، مفيش حاجه اسمها ان انا اقفل مسام واسعه خلاص. دي طبيعه بشره، البشره الدهنيه هي طبيعه بشرتها مسام واسعه. ده بجد احنا بنساعد ان احنا نعمل قبض للمسام، لكن كلمه نقفل المسام دي او ما تبقاش موجوده لا، يعني مفيش حاجه اسمها كده. انا اشتغل عليها بايه، ان انت بروتينك يمشي صح، بشرتك نظيفه، التونر ده مهم جدا مع المسام الواسعه، ان انت تكوني بتستخدمي ميك اب كويس. بنعمل بقى جلسات ديرما بان مع ميزوثيرابي بنعالج بيها المسام الواسعه دي. جلسة في الثانية بتلاقي اصلا وشك مفيش مسام دي انت مش ملاحظاها. ده هو اكتر كده مع الدهني. بالظبط، هي اصلا البشرة الدهنية اللي مشكلتها المسام الواسعة. ومرتبط بيها بقى البذور ومرتبط بيها كل المشاكل التانية والحبوب. بالظبط كده. طيب الديرما، ديرما بن وديرما رول وديرما مش عارفه، درمات كتير قوي قوي، وانا للامانه بحتاس فيهم ومعرفش انا لو رحت في يوم من الايام مركز اقول لهم انا محتاجه ايه. تمام. ايه الفرق بين كل واحدة فيهم وايه الافضل وايه الاحسن؟ عرفينا كده فهمينا. هو الديرما رول والديرما باين دول تحت حاجه مسمى كده المايكرو نيدلينج. المايكرو نيدلينج اللي هو الحقن، بس مش بطريقه ان انا امسك سرنجه واحطها في دايركت في بشرتها. تمام. فالديرما رول دي اول حاجه اخترعت كده، ان هي عباره عن اداه كده فيها بكره فيها سنون، بس هي بميل شويه واخده زاويه. دي اللي عندنا في البيت دي اللي هو كل البنات اشتريتها. طبعا كلها جايباها وبتستخدمها في البيت. تمام. هي اوكي استخدام شخصي بس بيبقى ليها عمق مختلف حسب كل حاجة انت عايزة تعالجيها. يعني سي لو نضارة بتجيبي سن منها سن نص، مقاس نص. لو مثلا عايزة تعالجي مثلا خطوط ندبات ومسام واسعة بنجيب سن واحد. انت عارفة ان احنا فاكرين حاجة تانية؟ ايه؟ انت عارفة ان احنا فاكرين ان على حسب انا بشرتي فيها مسام ولا لا بجيب حجم السن؟ لا طبعا. وعايزة اقولك ان كل مكان في البشرة يعني كل مكان في الوجه مثلا الجبهة غير الخدود غير تحت العين غير حوالين الفم، كل واحده ليها مقاس. تهزري؟ بس يعني طبعا مش واحد لا لا، هو اصلا الناس كمان بتستخدمها غلط جدا وبيبقى ليها تكنيك معين. وعايزه اقول لك في ناس
بتستخدمها جوه الجلسات، بس ده حاجه غلط جدا. المفروض انت بتجيبي واحده ليكي انت استخدام شخصي، ممكن اديها لك وانت تروحي بيها، وبعدين ممكن لو حابه تعملي بيها في البيت بعد كده اوكي، او انت عايزه تجيلي تاني اوكي. بالدم او تطلع دم؟ طبعا هي اوريدي كده، وبعدين انت دخلت جوه انسجه البشره، فازاي استخدمها منك لحد تاني او كده؟ فبيبقى فيه مشاكل كتير جدا يا جماعه. يعني دي استخدام شخصي، عايزه تستخدميها لنفسك في البيت اوكي، حابه تستخدميها عند حد يعرفك ازاي تستخدميها صح، اخصائي بشره يكون فاهم كويس يعملها لك ويعلمك ازاي، وتروحي تستخدميها في بيتك، طبعا بتطهريها قبل وبعد كل مره. بس بنستخدم معاها طبعا مثلا سيرم هاليرونيك، سيرم فيتامين سي، بس فيتامين سي يا جماعه علشان ما يسببش تصبغات او مع الاضاءه تصبغات. يعمل اكسد او كده، لازم نستخدمه في الضلمه، يعني حتى اضاءه الموبايل يا ريت ما تبقاش موجوده. تمام جدا. طيب دي الديرما رول. تمام. الديرما الثانيه الديرما بان بقى. الديرما بان دي فكره الديرما رول بس معدله عنها، احسن كمان من الديرما رول في حاجه، ان التئام الجروح بتاعه الديرما رول بتاخد وقت شويه لانها داخله بميل في البشره، يعني هي بتبقى داخله كده بزاويه 45. لكن الديرما بان دايركت على السطح اللي انت عايزه توصلي له، فما فتحتليش حاجه زياده. بالظبط، فده احسن كتير جدا، وخصوصا انت لما بتحطي بقى الميزوثيرابي على البشره، هي يعني بتوزع لك الماده اللي انت عايزه تحطيها كويس جدا دايركت على العيب اللي عندك. في صوره بشوفها بتزعلني، الدم. يعني مش متخيله ان انا في يوم من الايام الاقي وشي مخطط دم كده او مخرم دم. ده صعب بصراحه. بس هو وظيفه الديرما بان اصلا ان انت بتحفزي الكولاجين والالاستين ان هم يخرجوا للسطح اللي متعور ده، فيبتدي يعمل انسجه جديده ويحسن شكل البشره. بس الفكره كلها بقى ان برضو يعني عايزه اقول لك انه يعني البنات مش فاهمه الموضوع خالص، وفاكرين انه برضو مع كتر الدم كده يديني نتيجه احسن. لا طبعا هو مش فكره. انا عايزه اقول لك انا حد مثلا بعملها لنفسي ما بتطلعليش دم، يعني هو يا دوب بس شويه احمرار والتهاب كده، ما تطلعش معايا دم. في حد يقعد تحت ايدي مثلا اوكي، لا الاقي وشه كله جايب دم. هو طبيعه بشره، مش معنى ان انا ما طلعتش دم فهي مش هتفيدني، مش او معنى ان انا طلعت لا او معنى ان انا طلعت دم كتير فكده واو هتبقى النتيجه بيرفكت. لا طبعا، بيبقى حسب كل بشره وحسب كل نوع، فكل بشره ليها حاجه تناسبها. تمام. احنا بالبلدي الاثنين دول وظيفتهم ان انا عايزه ادخل فيتامين سي للبشره فبعمل كده، عايزه ادخل لها حاجه معينه فهي علاجية، الوسيله العلاجيه اكتر. تمام. الهالات، الهالات السوداء. بس الهالات السوداء دي يا بتبقى وراثيه، يا بيبقى بسبب مثلا امراض كبد، بسبب ان مثلا في انيميا، وبرده كل حاجه عندي بقوم عامله لها تحاليل على طول، لازم بتابع معاها. مش فايده. لازم. بس احنا في صور طبعا للشغل بتاعك. انت في العمليات ولا ايه؟ لا اللي بتعمليها اصلا. انا اوريدي من قبل موضوع الكورونا ده، فانا كنت بحب حوار ان انا التعقيم، وان اللي يدخل عندي السنتر يبقى انت حاطه لهم بتاع على راسهم اوفر هيد وبلبسهم. يا جماعه اول ما بيخشوا عندي هم عارفين، يعني كلهم عارفين الموضوع ده، وبيزهقوا يقولوا لي لا انا خايفه انام على التشيز لونج وكده، اقول لا اهدي بس كده، وبشغل لهم ميوزك بقى وعادي الدنيا. ايوه فيهم ان هم داخلين جراحه خلاص. لا لازم تلبس اوفر شوز والبسها الاوفر هيد. الله الله، عنايه. ونابكن بقى وكل حاجه والجلافز، وانا لابسه ماسك. ده قبل اصلا ما يبقى فيه اي مرض اي كورونا في البلد لسه. بس ده الطبيعي اصلا، يعني المفروض ده اللي يبقى موجود. بس هي اوضه عمليات يعني موضوع. لا صدقيني انت لو شفتي المكان جوه فيه حاجات تجميليه حلوه، مش كله بس كده. بس ده حلو على فكره، ده بيديني ثقه. عايزه اقول لك كلهم يقولوا احنا خايفين نيجي، بس احنا لما شفنا كده لا، يعني لا احنا كده مطمنين بقى، اشتغلي براحتك يعني. وكل حاجه اصلا بفتحها قدامها وبديها لها وهي ماشيه، اقول لها بقى عايزه تاخديها معاكي البيت اوكي، عايزه ترميها في الباسكت في مكانك وانت واقفه اوكي. اتس يعني دي حاجه اساسيه ومهمه. لا لا بالنسبه لي بفتح الاسبونج ليها وبديها لها وهي ماشيه، افتح اي حاجه ليها هي استخدام شخصي، هي بتاخدها وترميها. حاجات اللي هي لابسها دي كلها، الشيت بتاع الشيزلونج انا هي بترميه قدامها، يعني هي بترميه قدام نفسها قبل ما تمشي. حلو ده. فكله بيبقى مطمن ان المكان نظيف، مفيش اي حاجه تبقى كونتامينيتد. تمام. طيب انا عايزه ابقى ياسمين صبري. عايزه اروح اعمل بيبي جلو واعمل توريد لشفايفي ولخدودي، صح؟ تمام. الحاجات دي جميله ولذيذه، وياسمين صبري نفسها عاملاهم فاكيد مش هتضر نفسها. تمام اوكي. اي مش شرط ان اصلا مثلا حد يعني اكتر او كده طالع في التي في، فممكن يكون عامل الحاجات دي اصلا، ممكن اوريدي يكون ده اصلا ميك اب نو ميك اب، متصوره مثلا ان هي نايمه بالليل فاوريدي هتعمل ميك اب نو ميك اب، ان هو اصلا كانها مش حتى ميك اب عادي مش ثابت. بالظبط ده اللي انا اقصده. لكن فكره بصي بيبي كلو ده حاجه بتدي شكل جمالي بس مش حاجه علاجيه،
تخيلي انت اصلا لما بتنامي بالليل بالميك اب، في ناس بتنام بالميك اب وده حاجه غلط جدا، انت كده بتدوري بشرتك، فما بالك بقى ان انت بتحطي ميك اب ثابت في بشرتك. بس كل البنات دلوقتي راح تعمل الحكايه دي، اوكي ده يعني مفيد ولا مضر؟ بصي انا مش عايزه بس تزعلي حد، مش عايزه ازعل حد فعلا، بس اوكي اتس اب تو يو، بس انا بعرفك الصح من الغلط. طب هو صح ولا غلط؟ اي بالنسبه لي انا شايفه ان هي حاجه مش صحيه، مش صحيه. اوكي هي هتديكي الشكل اللي انت عايزاه، وهيجي بعد فتره تلاقي نفسك وشك ايه ده، في حته غامقه وفي حته فاتحه، كانك بالظبط كده حاطه فاونديشن وافسد معاكي، اداكي درجه تانية. اوريدي انت، هل انت عارفه الماتيريال اللي محطوطه لك دي ايه مصدرها؟ على فكره حتى لو اغلى ماتيريال برضو الفاونديشن مش هي مش حاجه صح يعني. انت انا الميك اب ما بستحملوش يعني، انا لو مش جايه تصوير مش كنت هحط، عارفه ايه انا مش بحب اصلا اي حاجه مش صحيه، ما بحبش استخدمها، اي حاجه مش طبيه ما بحبش استخدمها، او اقول مثلا روحي هاتيها او اعمليها. نفس الحكايه التوريد، التوريد ده زي التنت بالظبط اللي البنات اليومين دول بيحطوه على مناخيرهم وخدودهم، وتلاقيهم بقى محمرين كده وامامير تمام. بس ده بقى بيضطروا ان هم يدخلوه جوه الجلسه بالمايكرو نيدلينج، يدخلوا جوه بشرتك تحت الجلد بالحقن، يعني باللي هو جهاز الديرما بان. فده طبعا حاجه برضو انا شايفاها مش صحيه، ولا عمري ان انا هستخدمها في حياتي. انا بصي يعني بكون امينه، بحاول اكون امينه على قد ما اقدر معاهم، وهم طبعا بدلهم الاختيار تشويس، بس انا كده ولا كده انا مش بستخدم حاجه مش صحيه، يعني بحاول ان انا ما استخدمش اي حاجه مالهاش علاقه بال تمام. انت عندك جلسات نضاره بتدي نضاره للبشره تمام، وممكن تعملي الشكل اللطيف اللي انا عايزاه ده، اللي هو يبقى وشي بس كده محمر شويه، طبعا بشكل صحي. وطبعا انت بتساعديني في البيت، طريقه اكلك بالميه الكتير، يعني المفروض مثلا 12 كوبايه ميه في اليوم، اي لازم ناكل خضار، لازم ناكل فاكهه، اي بلاش فاست فود، بلاش يعني اكل ما يكونش غير صحي ملوش لازمه. اي طبعا سان بلوك، السان بلوك بقى يعني اهم حاجه في الدنيا يعني، عايزه اقول لك ده بيحمي من حاجات كتير جدا. وفي بنات كتير تيجي تقول لي يا دكتور انا بشرتي دهنيه ما بحبش سان بلوك، اصله بيلزق، اصله بيديني مل جدا على فكره، بيديني شكل لمعه كده. اوريدي حبيبتي انت اللي مستخدمه سان بلوك غلط، مش مناسب لبشرتك نهائي، يعني اوريدي البشره الدهنيه لازم تستخدم سان بلوك يكون جل علشان ما يدهش اي ملمس فيه كريزي او ان هو دهني تمام. وفي منه بيبقى انفيزبل وفي منه تنت. انفيزبل ده الشفاف، ما بيبقى كان بشرتك عادي مش حاطه حاجه، والتنت اللي بيحبوا ينزلوا الصبح بميك اب مثلا بيحط عليه بيديكي زي درجه توحيد لون كده، وكان في فاونديشن، ما بيلزقش بقى ولا بيعرق ولا الكلام ده. الجل مع الدهنيه ما بيلزقش، والبشره الجافه او العاديه بيحطوا الكريمي العادي. هو ده ايه دي؟ دي التنظيف العميق، هي دي جلسه نطوعيه تنظيف عميق، وبعمل لهم جوه الجلسه حاجه اسمها مساج لمفاوي. ايه ده بيعمل يعني ده؟ حاجه استرخاء كده، وبعمل لهم من نرتاح ميوزك بقى وكده، بحفز لهم نشاط الغده الليمفاويه، وبعمل لهم مساج للوجه عشان خاطر التجاعيد، وبدي نضاره بقى بالجلسه دي لوحدها، اصلا حته المساج دي بتديهم نضاره تمام. طيب انا التجاعيد اللي حوالين العين والكلام ده، دي في جلسات بتوديها او بتخليها تروح بسرعه؟ طبعا. بصي اوريدي كده برضو بخليكي يعني بكتب لك حاجه بتجيبيها وتستخدميها في البيت الصبح وبالليل، بتعملي مساج طبطبه كده تحت العين بالراحه تمام. طبعا المنطقه دي لازم تترطب عشان ما يبقاش فيه اي رينكلز فيها، وبيبان فيها العجز بدري تمام اكتر من منطقه يعني. وبعدين بعمل لها جلسات ديرما بان تحت العين بالانتي ايجنج، بعمل بقى ميكس بالميزوثيرابي، يعني بظبط لها المنطقه دي لو فيها هالات مع رينكلز بظبط لها المكان ده تمام جدا. احنا عايزين حلقات كتير عشان نتكلم في مواضيع كتير جدا. نورتيني، وكل سنه برضو وانت طيبه، وان شاء الله ما تكونش اخر حلقه. قبل ما اختم طبعا لازم اشكر رؤية فاشون، هما الديزاينرز اللي ملبسيني النهارده الديزاين الحلو ده، وهم اللي هيكونوا معانا كمان حلقات تانية الديزاينز بتاعتهم برضو. مرسي جدا لاستاذه اميره عشان تعبتها معايا. محتاجه اشكر برضو سماح الجنيدي، الديزاينر برضو بتاعت الاكسسوارات، اول مره في حياتي البس حاجات عامله كده، بس انا بثق في سماح، فلما بتقول حاجه انا معاها على طول. براند دانتيلا برضو مرسي جدا وتعبتك معايا. كل سنه وانتي طيبه. لصاحبتي واختي وجرافيك ديزاينر البرنامج، اكتر واحده بتتعب في البرنامج ويمكن محدش كتير يعرفها او محدش شايفها، باشمهندسه الاء السيد، كل سنه وانتي طيبه. انا عارفه ان هي متاخره مش عشان العيد، ده عشان عيد ميلادك، وعقبال 100 سنه، وكل سنه نبقى مع بعض واتعبك اكتر في الشغل وتبقي اتخنقتي مني وكل الحاجات. بحبكم جدا ومبسوطه ان احنا كنا معاكم
قرب العيد، ومبسوطة ان احنا حاولنا نقول لكم شوية معلومات تستفيدوا بيها، وان شاء الله ان شاء الله يكون ده آخر عيد في الكورونا بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم في حلقة جديدة حكاية نجاح مع كريستينا جمال.